الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد مجددا بأن منطقة الشرق الأوسط منطقة هامة، أولا بالنسبة لها، ثانيا بالنسبة لأمن حلفائها، خاصة بعد التصرفات الإيرانية سواء في المنطقة أو في الدول المحيطة بإيران. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب تمتلك أكثر من 50 جندي أمريكي، كافة هؤلاء الجنود موزعين على 10 قواعد أمريكية موجودة في الشرق الأوسط. بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، الولايات المتحدة اليوم تؤكد بأنها انسحبت من أفغانستان لكنها لم تنسحب من منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من انشغالها بأمور أخرى سواء عسكرية أو اقتصادية أو سياسية بما يخص ملف الصين وروسيا. عندما قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن كان الحديث عن خطته اهتمام أكبر بما يخص الموضوع الروسي والصيني، لذلك الكثير من المحللين كانوا يعتقدون بأن ملف الشرق الأوسط والملف الإيراني إضافة إلى العديد من القضايا في الشرق الأوسط لن يكون لها بعد كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن اليوم يؤكد رئيس هيئة الأركان أيضا، قبل أسبوع أكد رئيس هيئة الأركان بأن الولايات المتحدة ماضية في وجودها، وهو ما تم تأكيده عن طريق الجنرال حديثا اليوم. إضافة إلى ذلك قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على استقرار الشرق الأوسط، وأن ما تقوم به إيران من أعمال هي عبارة عن أعمال إرهابية، وأنها لا تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة، وأن الأعمال التي تقوم بها من شأنها إحداث كثير من الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.